السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة الكابتن، تحياتي لكم وأسعد الله أوقاتكم. أخبار سريعة وأخبار متتالية عم تيجي من معسكر المنتخب السوري المتواجد بالإمارات لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة مؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا الصين، بعد نقل مباريات المجموعة الأولى بتضم منتخبات سوريا والصين وجزر المالديف والفلبين وغوام من دولة الصين لدولة الإمارات بعد شكوى الاتحاد السوري والاتحاد المالديفي. الاتحاد الآسيوي استجاب للشكوى ونقل مباريات المجموعة لدولة الإمارات، والجانب الصيني رح يتحمل نفقات إقامة جميع المنتخبات بدولة الإمارات. صدر رسميا الموعد والتوقيت الرسمي لمباريات المنتخب السوري الثلاثة بالأيام القادمة بالجولة السادسة والسابعة والثامنة. مباريات المنتخب السوري رح تلعب على أرضية ملعب الشارقة، وجميع المباريات رح تكون منقولة على قنوات الكأس الرياضية المفتوحة، وفي حديث عن إمكانية قناة أبو ظبي الرياضية لنقل المباريات أيضا. ما عندنا أي معلومات عن قناة سوريا دراما، لكن بنسبة 50% رح ننقل المباريات بإذن الله. التوقيت الصحيح الرسمي لمباريات سوريا القادمة: مباراة سوريا وجزر المالديف يوم الجمعة القادم 4 حزيران 2021، المباراة رح تكون الساعة 7 مساء بتوقيت دمشق. مباراة غوام وسوريا يوم الاثنين 7 حزيران 2021 رح تكون الساعة 5 مساء بتوقيت دمشق. ومباراة سوريا والصين يوم الثلاثة 15 حزيران رح تكون الساعة 8 مساء بتوقيت دمشق. ومثل ما حكينا، المنتخب السوري بيحتاج لنقطة وحيدة ليضمن تأهله بشكل نهائي للدور القادم. نحن على الورق متأهلين بنسبة 99.9%، لكن ما في شيء مستحيل بكرة القدم، وإن شاء الله بنحقق الانتصارات الثلاثة وبنتأهل بطل للمجموعة. حاليا نحن بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات من أصل 5 مباريات، ما عندنا ولا خسارة ولا أي تعادل. على صعيد آخر، اليوم وصل نجم منتخبنا السوري وهداف الدوري السوري اللاعب محمود البحر بعد استدعائه لتعويض النقص الموجود بالمنتخب السوري بعد إصابة عمر السومة وعبد الرحمن بركات بخط الهجوم. وبعد نقل المباريات للإمارات صار من السهل الحصول على فيزا للاعب ورح يلتحق بالمنتخب، وحاليا هو بالإمارات. لاعب ورد السلامة رح يلتحق بالمنتخب يوم غد بإذن الله بعد نهاية مباراة ورد السلامة بالدوري السعودي مع نادي البكرية، رح يلتحق بشكل مباشر بصفوف المنتخب السوري. هي أخبارنا، بتمنى تتركوا توقعاتكم لنتائج المنتخب السوري رح يحقق الانتصارات الثلاث. شو رأيكم بالأداء ورأيكم بالأخبار والإصابات، ومتفائلين بالكابتن نبيل معلول أم لا؟ تحياتي لكم والسلام عليكم.